طبعا الذكرى الـ50 لانتصارات حرب اكتوبر، طبعا دي بتفكرنا بأيام عظيمة كانت على مصر وعلى الأمة العربية. يوم 6 أكتوبر اللي ردينا فيه اعتبار واحد قوات المسلحة ورجال القوات المسلحة، 2 قدرنا ان احنا نرد كرامة مصر مع عدو كان يعني من 67 ل 73، يعني يقول لك ما فيش قومة تاني لا للجيش المصري ولا للشعب المصري. 2 طبعا حرب انتصارات 6 أكتوبر على جميع المقاييس الدولية هي معجزة، هي معجزة. ليه؟ لان كان في مانع مائي عبارة عن 36 نقطة. المانع المائي ده جميع الاوساط العلمية في العالم قالت ان مصر عشان تخلص من او تقدر تعدي الناحية التانية عايزة ولا قنبلة ذرية. 2 كان النابالم اللي لو اتفتح تبقى قناة السويس المية دي كلها نار، فكان ممكن مين يعدي. 3 ان الاسلحة اللي عندك دي كانت اسلحة سوفيتية من حرب 1945، يعني انت معاك عدو سلاحه احدث ما يكون في الترسانة الامريكية، ولكن اللي فرق هو الجندي المصري، الانسان المصري بخمس عناصر قدر يفوز وينتصر في حرب 6 اكتوبر. للتحدي 2 الاصرار، 3 العزيمة، 4 الالتزام، 5 حسن التوكل على الله. كل بند من ده يدرس لوحده وعايز ساعات. يكفي ان اول ما الحرب بدأت الساعة 2 طيران، ثم 2 و5 المدفعية. بمجرد ما الطيران عدى ناحية الشرق بدون تلقين من القادة، جميع العساكر والضباط وكل من لابس كاكي الله أكبر في صوت واحد، الله أكبر دي زلزلة المنطقة. طبعا أنا كان لي الشرف وكرم من الله أن أنا أحد جنود المؤسسة العسكرية، وأن أنا حاربت في حرب الاستنزاف اللي هي بدأت من 69 لغاية 73، وفي حرب 73 ومصاب عمليات، وجزء من دمي يمكن روى في سيناء. وبعد تحرير أكبر قلعة تبت الشجرة، هي على بعد 9 كيلو من 8 كيلو من القناة وعلى ارتفاع 75 متر، ودي كان اليهود بيسموها رأس الأفعى. دي حتى اللي ضربت بالمدفعية الإسماعيلية على طول، ده كان مركز السيطرة والاتصال ل16 نقطة قوية. فيعني يوم 8 أكتوبر الحمد لله تم تحرير هذه القلعة اللي هي تبت الشجرة وهي مزار سياحي الآن. بعديها بفترة بدأت الثغرة ورجعنا تاني غرب القناة، اتعملت مجموعات من المشاة وقوات الصاعقة وقوات المظلات والمدفعية وحاوطنا العدو،
وانا كنت في حتة اسمها ام كسيب بعد الدفرسوار شوية جوه يعني جوه في الصحراء. والحمد لله ان قدر لي ان انا طبعا في التوقيت ده كان كلنا بنتخانق على الشهادة النصر او الشهادة، ولكن بقول الحمد لله ان انا شفت او حضرت 50 عيد من العيد الكبير اللي هو عيد رد الشرف والكرامة في حرب 6 أكتوبر. وطبعا بقول للجيل الجديد الأجيال الجديدة اللي هي 20 و30 سنة اللي هي ما حضرتش الحرب دي، لا انت لازم تفتخر، بس خد درس ان الانسان يقدر يتحدى اي حاجة بالخمس عناصر اللي انا قلت عليهم. تحدي هقولهم تاني، تحدي، الاصرار، العزيمة، الالتزام، حسن التوكل على الله. وانا لاول مرة هذيع سر ان كل شغلي مع حراس المرمى اللي انا اشتغلت معاهم كنت بنفذ الخمس عناصر دول، وعشان كده كان ربنا دايما بيكتب لي بصمة ونجاح كبير مع اي حارس اتعاملت معاه. وزي ما دايما رئيسنا العزيز بيقول، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.